مرحبا احبابي، كيفكن؟ اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير وجبة او خبز كتير كتير بسيط ومغذي للاطفال من الخضريات بهيدا الشكل. عن جد عن جد بنصحكم تجربوهن للاطفال. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي عنا الخضرة، حبة بندورة غسلتها وقطعتها بهيدا الشكل، نص حبة فليفلة حلوة، زيتون، نص بصلة حجم وسط، وسبانخ. الفليفلة اي لون متوفر عندكم بتحطوه، والزيتون كمان اي لون متوفر عندكم بتحطوه، ما في مشكلة على اللون. اوكي، لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط الخضرة بالخلاط. بسم الله. بطحن هولي وبرجع بزيد هولي على بالخلاط. رح اضيف الخضرة الباقية عنا فوق هولي اللي نعمتن شوي، برجع بنعمن منيح مع بعض. نعمناهن منيح. بحط الخليط بالجات، كمان الطحين، بخلطهن مع بعض. بحط كمان نص ملعقة صغيرة خميرة. هلا بضيف شوية طحين كمان. رح اعجنهم بالايد. بس صارت عندي العجينة بهيدا القوام، هلا شو بعمل؟ بغطيها وبتركها حوالي نص ساعة لتخمر. ملاحظة، أنا استعملت بالعجينة كوبين المقاس، يعني هيدا الكوب، هيدا الكوب حجم وسط، ممكن تستعملوا أنتو كوب حجم كبير. وكمان إذا طلعت عندكم شوي العجينة رخوة، ممكن تطلع رخوة شوي، أنا استعملت حبة بندورة حجم وسط، ممكن لعندكم تستعملوها تكون أكبر شوي أصغر شوي. يعني إذا طلعت العجينة رخوة بتضيفوا شوي شوي طحين ليصير عندكم عجينة بهيدا الشكل. هلأ بحطها بمطرح دافي نص ساعة لتخمر عنا العجينة. بعد ما خمرت عنا العجينة عندي هون كمان سمسم بدنا نحطها، نجهزها لنحطها بالفرن. غطى بالسمسم. بعملها بهيدا الشكل. بحطها على ورقة الزبدة. كمان نفس الشيء. بشيل شوي. بغطى بالسمسم. وبحطها على ورقة الزبدة.
هول الفطاير بعد ما حطيتهم على ورقة الزبدة، هلأ بدخلهم فرن حامي مسبقا على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. هول الفطاير أو الخبزات اللي عملتهم أنا وياكم للأطفال، هيدول بيغنوا عن وجبة للأطفال، عن جد عن جد بنصحكم تجربوهم. هيدا شكلهم من الداخل، بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.